في الجنوب المتطلع إلى الهدوء قصص بقاء وتمسك بالأرض. ربات منازل دفعتهن للبقاء، مزرعة أو حديقة أو مهنة. عندما تسير بين المآسي في بلدة عينات الجنوبية الذي قتل الاحتلال الإسرائيلي 4 من أبنائها وتسأل عن حال أهل البلدة، لا يمكنك إلا أن تعرج على أم عباس. تلفتك الحاجة السبعينية التي لم تترك يوماً ماشيتها، وهي ترعاها كمن يرعى أطفاله. علاقتها بهذه الأبقار والعجول تخطت المنفعة الاقتصادية وتحولت إلى عاطفة رتبت عليها مسؤولية الحفاظ عليها ولو على حساب حياتها. ولا لحظة للشرطة، وناس كتير قالوا نطلعوا اطلعوا دشروها خدوهن ومع مطر تلم مش طالعة يسوينا ما يسبها البارات، يا بنعيش نحن وياهن يا بنموت نحن وياهن، وهينا قاعدة وحصماتنا والحمد لله خبزني. في تلك المزرعة المتواضعة الواقعة على الحدود رعت أم عباس العجل الصغير المريض الذي لم يجرؤ أي بيطري على زيارته في وقت القصف. القصف كمان لقيت هذيك لا لا وقت القصف لا كان الرد على العجول الحليب، ما فيش حدا ما فيش عالم هون، الحمد لله الله يسرها وتيسرت الحمد لله والله هدى البيل. في صفحات حكايات الجنوب تتعلم العبر من سيدات عرفنا كيف يحافظن على بيوتهن في الحرب كما في السلم. رندا التي أحبت الخياطة منذ نعومة أظافرها وامتهنتها أكراماً لذكرى والدها، لا تزال تعيش من خير هذه الصنعة في منزلها في علم الشعب وتكافح للعيش بكرامة. كان عمري يمكن شي 6-7 سنين، كنت قاعد فصل تياب ورق أعملهم فصتين، والمرحوم بي شافني إنه بحبها قال لي بدي أخدك على بيروت تعلمي، وتوفى يعني انقتل بصراحة بالحرب. عندك مشكلة إنه رح تبقى مش رح تبقى، رح تبقى طيبة، رح تقدر تسلم الغراض لأصحابهم. جوزي باقي قلت له أنا مش رح فل لك، يعني بقول لي هاي السيارة روحي وفلي، بقول له لا معك شو بصير عليك بصير علي. وهي تتفقد مزروعاتها التي وضعت عليها اللمسات الأولى تمنحك الأمل بغد أفضل. شو زرعتي؟ خاص وبروكلي وكرامب، وزرعت لفوق آيسبرغ هود الأمونة البيت صح؟ إيه. في علم الشعب التي شهدت على استهداف صحفيين يوم استشهد الزميل عصام عبد الله تستمر الحياة رغم الحذر. فشمس الجنوب ستشرق كل يوم لتخبرك عن قصص صمود تغلبت على كل المآسي.